أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا الأول من آذار نبدأها أمامكم. كما ترون على اليورو دولار كان لدينا هنالك هبوط يوم أمس واستقرار ما دون 1.09. أنا بنظري أننا سوف نستمر في التذبذب ما بين 1.09 و1.1050، إذ أنه بالتالي سوف يكون لدينا هناك دعم ومقاومة قوية ما بين هذين الرقمين النقطتين. بالتالي أي اختراق وصعود لما دون أو ما فوق هذا المستويان سوف يقودنا إلى مستويات السوق الجديدة، يجب أن نراقبها باهتمام قوي نوعا ما على المستوى القريب. هذا وبالنسبة للباوند دولار، كما تقولون كان لدينا هنالك مستوى محاولة صعود، أرى أن 1.40 سوف تكون مقاومة كبيرة جدا. السوق بالتالي هو هابط، أي محاولة بيع هي فرصة جديدة، أو عفوا أي صعود هو فرصة جديدة للبيع ليس إلا، إذ أن كل المخاوف من خروج لندن من الاتحاد الأوروبي سوف بالتالي تأخذ الباوند إلى مستويات أدنى من ذلك، وأن أهدافنا القادمة سوف تكون 1.350 على المستوى القريب. هذا وشكرا لكم، وتداولا موفقا.